سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم كامل بخير. مرحبا بكم، معكم اميره من الحلقه تاع اليوم. كيما عودتكم نورمالمون راكم ولفتوني، اليوم ان شاء الله حنقدم لكم زوج وصفات، وتن البنات راح تجي معنا ضيفه، راح تكون ضيفه صغيره. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تخليوا لي جيم وكومونتير، وتخلوا لنا رايكم في التعليقات. معنا ام يستناو فينا باش نبداو لهم الحصه. حبوباتي عاود رجعت لكم انا وياسمين مور الفاصل. ياسمين هي اللي راح تكون ضيفه تاعنا تاع نهار اليوم. فوالا راح نديرو زوج وصفات سهلين، وان شاء الله ياسمين راح تعاوني فيهم. قولي لي ياسمين، تعاوني ماماك في الكوزينه في رمضان؟ شويه تعاونيها شويه، ماشي تغسلي الماعن ولا غفطيها؟ لا نغسل الماعن. تغسلي الماعن؟ صغيره وشاطره. بون ياسمين ماشي صغيره بزاف، شحال في عمرك؟ 14. الله يبارك. ياسمين اليوم واش راح نديرو؟ راح نقصرو معاك، وتاني راح نبداو بالوصفه الاولى اللي راح نديرو لي بولات تاع الفيونداشي بشامبينيون. نضاري ديريهم في الدار ولا ما راح ندير لي بول؟ فوالا تاع الفيونداشي. هيا مالا نبداو، تعاونيني ياسمين. في المقادير تاع الوصفه تاعنا واش نسحقوا؟ عندنا الزيت بيان سور، عندنا شويه تاع لا شامبينيون لاصوص، البصل والثوم والفيونداشي، ولي زيبيس عندنا الملح، وعندنا الكمون، راس الحانوت، وشويه برك تاع فلفل الكحل. نبداو دوكا بطريقه التحضير. ياسمين راح تعاونيني دوكا شويه. اوكي، نديرو هنايا شويه تاع الزيت. نديرو حبة تاع بصل، ونديرو معاها الثوم. ياسمين برك جبتي لي الغيسيبيو. أو لا هنايا حطي فوق هادي. واش جيتي تحكي لنا اليوم ياسمين؟ جيت اليوم أميرة باش نقول لك الحصة تاعك عجبتني بزاف. تاني تعجبينا بزاف وشاطرة الله يبارك. حتى انت يا شاطرة. وديري وصفات بزاف شابين وعجبتينا، وكنتي مثال لينا. شفتك بزاف أميرة قوية، وكنتي تاني مثال لينا، و ان شاء الله تكملي هكا. ان شاء الله حتى انت تكوني ناجحه. قولي لي واش مستنى كي تقراي؟ كاتريام اني ان شاء الله. هاد العام بيه ان شاء الله تجيبي ان شاء الله. ياسمين لي بارون تاعها ديفورسي، يعني منفصلين، وعاشت مع ماماها، وماماها كانت دائما تساند ليها، وكانت الام والاب في نفس الوقت. احكي لنا ياسمين واش كنتي تحسي؟ اسكو زعما واش تحسي من جهه ماماك؟ كيفاش كانت تساند ليك؟ اسكو تشوفي ماماك بلي ضحات على جالك ولا على جال خياتك تان باش تكبري وتكوني ناجحه؟ بيان سور، ماما بزاف ضحات على جالنا وتعبت على جالنا. فوالا فنشكرها الله يتشوف فيا، وقلها نحبك بزاف باسكو ضحات بزاف على جالنا. كانت الام والاب، كانت الام والاب تاعنا والساند تاعنا في حياتنا. فوالا ان شاء الله ربي يخليها لك ان شاء الله. ان شاء الله وربي يحفظها لك. بون ياسمين دوكا انت حطي الفيونداشي لهنايا، راح تعاونيني شويه. ديري الفيونداشي، ديري المعروف. نحطو شويه ما برك باش البصل تاعنا ما يتحرقش، باسكو الثوم يتحرق بالخف.
لي زيبيس اللي نديروهم في لاصوص تاعنا وهما نفسهم اللي نديروهم في لافيونداج. عندنا هنايا شويه تاع فلفل الكحل كي ياسمين، شويه بتاع فلفل الكحل ما نكتروش بزاف، وعندنا شويه تاع الكمون كي ياسمين. اسما لي زيبيس اللي نديروهم في لاصوص هما نفسهم اللي نديروهم في الفيونداش. في الفيونداش فوالا. واش تحبي تاكلي في رمضان بزاف ياسمين؟ نحب ناكل شوربه تاع راس الحامد. تحبي شوربه والبلا اللي تحبيه بزاف؟ غراتا. تحبي بزاف لي غراتا فوالا. الملح دوكا انتي ياسمين تكملي تخلطي فوالا، خلطيها ونديرو هذه بولات وانا نمرق لاصوص تاعي. ياسمين اسكو تحسي باللي في حياتك مالغري كنتي مازالك صغيره بصح في صغرك اسكو كنتي تحسي باللي كاينه حاجه نقصاتك؟ في الحقيقه لا باسكو ماما مفرط لنا كلش الحمد لله، ف احسيتش كانت هي كلش تسمى عمرت لكم هذاك الفراغ اللي كان بالك شويه ناقص فوالا. ان شاء الله ربي يحفظها لك ان شاء الله وتفرح بك ان شاء الله. نبداو تبصي باش نديروا لي بولات، ديريهم هكا شويه صغار كي تعرفي طيبي راهي شاطره. قولي لي ياسمين في قرايتك كي تقراي بيان واش كي حابه تخرجي ماما وكشي حباتك تكوني فوالا باسكو لازم تكبري وتقراي وتعاودي ترجعي لها خيرها. ان شاء الله. ف كنت حابه نروح دكتوره ان شاء الله، دكتوره تاع اسنان، طبيبه تاع اسنان. ايه ومن بعد بدلتي رايك؟ لا مزني فيه، مزني شاده بالك منا لهذاك الوقت بدلي رايك. ايه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله دائما تكوني ناجحه ان شاء الله. دوكا حنايا نحطوا لي شامبينيون تاعنا في لاصوص لو طون لياسمين تكملنا لي بولات هادو. مثلا لو كان زعما نديرو لهم داخل فرماج ثاني يجيو بزاف بنان. حطو شامبينيون تاعنا وشنو هي الموهبة تاعك ياسمين؟ فأنا نرسم بزاف. تحبي الرسم؟ نحب الرسم. وش من نوع تاع رسم اللي تحبي؟ نحب نرسم لي ميكي و... ولا تحبي نرسم زعما لي مونغا؟ لا زعما لي مونغا هكا ميكيات شغل هكا فوالا. هذه موهبه اسمها ما عندكش موهبه تعطيها بنا؟ نحب الرسم ساعات بك وين ساعات حبيت تدخلي الكوزينه واضح. يديك مليها هذيك صغيره، هذه صغيره بزاف. دوكا نحطوا لي بولات تاعنا. ونغطو عليهم ونخلوهم يطيبوا. ودوكا نروحوا باش نجيبوا التحليه اللي راح نديروها لنهار اليوم. نروحوا فاصل صغير ونعاودوا نولوا لكم. حنديروا تحليه بزوج مكونات برك، وتقدروا المكون الثالث يكون اضافي تقدروا تزيدوه كما تقدروا ما تزيدوش فوالا. واش راح نديروا؟ حنديروا لاموس شوكولا ياسمين. لاموس شوكولا بلا بيض باسكو انا وحده من الناس ما نحبهاش بالبيض، وكل واحد نحترمه رايو كيفاش يحبها. حنديروا لاموس شوكولا غير بلا كريم فريش. هنا دينا اون بوا تاع لا كريم فريش تكون بارده، طلعناها بالباتور
وهنا عندنا 100 غرام تاع شوكولا، تقدروا تروحوا حتى 150 غرام تاع شوكولا، شوكولا ولي ولا شوكولا نوا ياك ياسمين. وهنا عندنا البنان اختياري فوالا. ثم تحكموا اون بواط تاع لا كريم فريش بارده، طلعوها بالباتور، مور ما طلعوها بالباتور تقدروا تزيدوا لها السكر ولا تقدروا تخلوها غير هكاك تطلع لكم تري بيان، برك لازم تكون بارده فوالا. هكا ياسمين، ياسمين برك عطيني سباتول. هنايا دوبت الشوكولا تاعي في حمام مائي ولا حمام مريم. هنا لا كريم فريش تاعي راهي بارده، اسمها الشوكولا ياسمين ما نحطوهاش سخونه ديريكتومون فوق لا كريم فريش، نخلوها شويه برك تبرد فوالا. انا راح نخلط الشوكولا تاعي مع لا كريم فريش لو طون لي ياسمين تحطي البانان في لي فيغين. هكا ياسمين، هكا راح تعاوني ياسمين. بدا ياسمين حطي البانان فوالا، قربي برك ليك طبسي هكا، وتقدروا تحطوا واش تحبوا، الا عندكم غاطو ولا كاش مكسرات ولا زيدوا حطوهم، يجوا بزاف بنان مع لاموس وشوكولا. دوكا نزيدوا الشوكولا تاعنا. وهذه لا غوسيت الا حطيتوها في الفريجيدير تولي لكم اون موس، ولا حبيتوها تكون دي غلاس ولا لا كريم هكا دي غلاس ديروها في الكونجيلاتور. هذا ما كان حطوها برك دون اون بواط ودخلوها في الكونجيلاتور، ومن بعد خلوها تبرد 6 سوايع. كملتي ياسمين؟ هاكي شاطره راهي خفيفه عليا. تحبي لاموس وشوكولا ولا بزاف؟ ولا تحبي الفلان؟ نحب لاموس. لاموس وشوكولا. على هذا، هاد المره سييها بهاد لا غوسيت، على بالي بلي حتعجبك، اقتصاديه وسهله وعلى بلا بيض. فوالا ان شاء الله انت تاني ياسمين سييها ان شاء الله. سييها فرم بون ياسمين متتبعه ليا في القناه، سييها وبعتي لي ان شاء الله، بعتيها لي وقولي لي كيفاش جاتك. هي سهله ما فيهاش بزاف، ما فيهاش بزاف صوالح، ما تخافيش، ما تخافيش ما تنجحلكش ولا تخسر لك ولا سي جوست الشوكولا لازم تكون بارده كي تحطيها فوق لا كريم فريش. نحطوها دوكا هنايا هكا باش ما نخدموش ديريكتومون بالمغرف فوالا، باش دينا شابا. دوكا نبداو نحطو فيهم نعمروهم. وكما قلت لكم تقدروا تحطو فيهم لداخل واش راكم حابين، مع السهرات رمضانيه وكلش نبدلو شويه من الفلون. بون انا الشوكولا ما خلطتهاش بزاف باش دلي هاد الحبيبات، باش دلي هاد لاكولور. دوكا ندخلوهم يبردو ونتلاقاو من بعد في طبق تقديم، نروح فاصل صغير ونعاود نولد. حبيباتي لحقنا للنهاية تاع الحلقة تاع نهار اليوم، هادو هما الأطباق اللي كنا حضرناهم أنا وياسمين معكم. هذه هي لاموس وشوكولا، وهذا البلا اللي درتو اللي هو لي بولات على فيوندا شي بشامبينيون. واش رايك ياسمين؟ الحلقه كانت بزاف هايله اميره، وكنت حابه نتلاقى معاك ونشوفك والحمد لله. ف
أجمل متتبعات لقيت معها، حبيتها، ما عنديش بزاف غير حلقة صغيرة بصح حبيتها. إن شاء الله نزيدو نتلاقاو مرات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله تسيي هاد لي روسيت ياسمين. واش تقدري تقولي البنات لما يشوفوا فيك؟ نقولهم كونوا دايما متفائلين كيما أميرة، كيما نتيتان فوالا، وإن شاء الله تنجحي في قرايتك إن شاء الله، مزيد من النجاحات. واش تقولي لماماك؟ نقولها نحبك بزاف وإن شاء الله تبقاي دايما كيما هكا وتحبينا ونحبك بزاف. دوكا مشاهدينا الكرام، هذا هو ياسمين الكادو تاعك. ميرسي بوكو أميرة. نتلاقاو في الحلقة القادمة. باي باي, باي. تبكيش لي خلق ما يضيع لي روح ما يوليش راتي في طريق اللي تنفاق.